اول شيء مساكم الله بالخير، شلونكم؟ شو اخباركم اخواني اخواتي؟ وعصريه حلوه علي وعليكم. شوفوا انا حطيت بوست، البوست شنو كتبت فيه؟ كتبت حق الاهالي اللي راح يروحون المدارس في اشياء مهمه استخدموها زينه تنمي العقل وتسوي سرعه بديهه وحق التركيز زين. ليش؟ لان ما نبي عيال الناس يتطورون اكثر من عيالنا كتطوير فكري، فنبيهم بنفس المستوى، ما نبيهم اقل شيء يحس بالخاطر. انزين شنو قلت انا؟ قلت استخدموا اليود. وايد من الناس تدش علي تقول لي اليود كم نقطه؟ لا لا لا، اليود وين موجود؟ موجود بالاطعمه، واكثر وين موجود؟ بالمأكولات البحريه. اخذوا فيتامين سي. انا ليش حاط لكم الصور على الجنب بالبوست؟ راح ارد البوست عشان اي احد كذي يختلف معاه الموضوع يشوف الصوره ويعرف وين المصادر. الخميره الغذائيه تكفون، الله يخليكم، كتبوا الخميره الغذائيه راح تطلع لكم في منها كشكل مكمل. خلاصه الكلام، كل الاطعمه اللي انا قلتهم بالبوست ترى ما اعني اي مكمل او اي لكويد، لا، خلي ياكلون من اكل الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعه؟ قلنا اليود، وقلت لكم النياسين ليش؟ لانه يسوي تدفخ بالدم من الخميره، وقلت فيتامين سي، فلفل اخضر حطوه بجميع وجباتهم، وقلت الزبده. شنو نسوي؟ نجيب توست نحمشها مثلا ونحط عليها زبده، تبي تحطون عليها مرتديلا، وانا افضل تحطون ديك رومي. اول مره شوي ما راح يعجبه، بعدين خلاص راح يتعود. توست محمشه تحطون عليها زبده حيواني وعليها ديك رومي، هذا التركي، اموركم 100%. وعادي اذا يعان ياكل خيار وطماط وفاكهه صغيره، اوكي؟ والله يوفق عيالكم كلهم ان شاء الله، ونشوفهم من الاوائل.